فالكتاب الدراسات الاجتماعية والمواطنة، الصف الرابع الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني. هنبدأ بالوحدة الخامسة، الجغرافيا. هنأخذ من الدرس الأول حتى الدرس الخامس. هنبدأ بالدرس الأول، الأرض، الصفحة 14، ثم هننتقل إلى الصفحة 15 وحل النشاط 1، ثم ننتقل إلى حل النشاط 2 صفحة 16، لماذا يختفي الجزء السفلي من السفينة؟ ثم الدرس الثاني، أشكال سطح الأرض، الصفحة 17. هيكون عندي حل النشاط 1 الصفحة 19، ثم ننتقل إلى حل النشاط 2 الصفحة 12. يكمل الطلبة الفراغات الآتية، هيكون عندي الصفحة 23 الدرس الثالث، دوران الأرض، ثم ماذا يعني تنوع الفصول 4 الصفحة 25، نشاط 1. هيكون عندي الدرس الرابع، دوران القمر حول الأرض، الصفحة 26، ثم النشاط 1 الصفحة 27. هيكون عندي حل نشاط 2 الصفحة 28، ثم ننتقل إلى النشاط 3 الصفحة 29. هيكون عندي الدرس الخامس، الخريطة، الصفحة 30، ثم ننتقل إلى حل النشاط 1 الصفحة 32، وننتقل إلى تقويم الوحدة الخامسة وبداية الأسئلة من 1 إلى 2 الصفحة 35، ثم ننتقل إلى السؤال الثالث حتى الخامس الصفحة 36، السؤال السادس والسابع الصفحة 37. هيكون الصفحة 76، انتقلنا بعدها إلى الوحدة الثامنة وهي السيرة النبوية رسول صلى الله عليه وسلم، فكان عندي الدرس الثاني عشر وهو الدرس الأول في هذه الوحدة عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأته، ثم الدرس الثالث عشر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 79، 79. الدرس الرابع عشر كان الهجرة إلى المدينة المنورة، الدرس الخامس عشر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها أخذنا تقويم الوحدة الثامنة. انتقلنا إلى الوحدة الأخيرة وهي الوحدة التاسعة، المواطنة المسؤولية أو المواطنة المسؤولة، ثم أخذنا الأسرة الدرس السادس عشر، ثم السابع عشر العمل الجماعي، ثم الدرس الثامن عشر العلم الوطني، ثم أخذنا الدرس التاسع عشر الثقافة الوطنية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تقويم الوحدة الأخيرة في هذا الكتاب.